بخير عليكم كاملين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي ابطال الاحوال. كي دايرين؟ كلشي مزيان؟ رمضان كريم ينعاد عليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه وراحه البال وكل ما تمنيتوا ان شاء الله، ويا ربي ترفع علينا هذا الوباء ان شاء الله باذن الله. نتمنى تكونوا في افضل الاحوال وفي صحه جيده يا ربي. كي دايرين؟ كي درتوا مع رمضان؟ ما دخل عليكم رمضان هذا العام؟ ما كاين لا صهد لا حراره لا جوع لا عطش، الحمد لله على كل حال. تبارك الله رمضان راه مشى، بقى والو اليوم 15 يوم رمضان كيمشي وكيجي رمضان. الله يجيب غير الصحه والسلامه وطول العمر. المهم ما نطولش عليكم، مرحبا بالناس اللي عاد نضافوا القناه ديالي. كنقول لكم شكرا، شكرا لكم بزاف، شكرا على الدعم ديالكم، شكرا على التشجيعات ديالكم، شكرا بزاف 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 على التعليقات الزوينين بحالكم، لانني صراحه فاش كنقرا التعليقات واخا ماشي ما كنجاوبش كاع الناس، ولكن راه كنشوف التعليقات وكندير لهم لي لايك، يعني هذا دليل انني راه كنشوف لي التعليقات ديالكم. كنقول لكم شكرا لكم بزاف، ومرحبا بالناس اللي عاد نضافوا القناه ديالي. كنقول لهم ما تنساوش تابوناو في القناه ديالي باش يوصلكم دائما جديد فاش كنحطوا ان شاء الله. وما تنساوش لي لايك لي لايك لي لايك، تسونيش في لي لايك. ما عليناش باش ما نطولش عليكم ويجي الفيديو طويل وتملوا من المشاهده ديال الفيديو ديالي. اليوم جبت لكم واحد الطبريمه اقل ما يقال عليها، روعه روعه، كتخلي الوجه بلاره كيشعل هكا كيشعل بالنقاوه. اول حاجه كتنقي الوجه، كتحيد لي بوان نوار وكتحيد حتى دوك الشعيرات الرقاق اللي كيكونوا في الوجه، وكتحيد منه الشوائب. وبالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال التصبغات وديال الكلف، تبعوها راه غزال غزال، ومكونات ديالها بسيطه بسيطه وموجودين في كل بيت مغربي عربي. خليكم معايا. بالنسبه للمكونات، هنا فريميجا وعندنا واحد البيض، البيضه حنا بالنسبه للبيضه غناخذ فقط غير صفر، وعندي قهوه سريعه الذوبان. بالنسبه للقهوه نسكافي، المهم اي قهوه سريعه الذوبان. خليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو باش تشوفوا النتيجه. دابا راه ما دايره حتى شي حاجه فوجي، فقط باش نطبق الوصفه على وجهي وتشوفوها من الاول حتى الاخر وتشوفوا النتيجه. حقو مزيان في كمرجي الزغبات هادو خرجين. خليكم معايا ما تمشيو فين. ناخذ هاد كناخذ فقط غير الصفر، كنمسلو الصفر على البيض، كنديرو معلقة ديال نسكافي، يعني ما يقارب واحد فرشية، وكنديرو واحد الفرماجة أي نوعية. دابا كنخلطو هاد المكونات كاملين كيف كتشوفو، راه غير بيضة عادية ماشي ضروري تكون بلدية، ولا كانت بلدية كان أفضل. خلطة ديال المكونات كيف كتشوفو، دابا جا الوقت باش نطبقوه على هاد الكميميرة. هاد الوجه هاد الوجه سوين الا بغيتو هديوه نجمعو ياخ نجمعو زغبات، ما واش بلاد ما بقاش يجمع زغبات، حيدو زغبتنا على وجهنا باش يبان وجه. غندير انا غير معلقه، بسم الله شفتو، غنطبقها على الوجه ديالي كامل. صراحة شي تا غير ناكلها مع فيها ديك الرائحة ديال القهوة كيف تشوفو. كنطبقوه على الوجه والرقبة، ما عرفتش علاش بزاف الناس كيديرو لي ماسك ولكن كيديرو غير الوجه، ما كيديروش الرقبة ديالهم، ما كينصاو الرقبة ولا ما نعرف. هاكا سو هاد الطورة ديال العوينات، عرفتي هاد الماسك راه غزال. انا ما نكذبش عليكم، ما نكرهش، دابا تفرجوا في الفيديو وتنوضوا يا لالا تشمروا لي على دراعكم وتقادوا هاد الوصفه وديروها، تحيدوا منكم داك العجز وديروها، راه غزاله غزاله، راه كتردكم بالله، راه كتشالوا. وصراحه الله هاد المعلقه هذه فقصتني، غندير ميديه هاكا شو اللي مولف شي حاجه مولفه، وانا ولفت ندير بيديا
يا اختي يا اختي يا اختي ماسك غيخسر، غتخسروا ليا ماسكي. نديرو هاد الجوج بهم حتى شي بلاصه. بالنسبه للناس اللي مقبلين على الزواج يديروها نهار يه ونهار لا، ولكن نهار باش ما تبقاوش الوجه ديالكم يتبرم يوميا، الا برمتو واحد المره المره اخرى غسلوه، واخا هي ملي كتبرم راه كتعطي نتيجه واعره واعره بزاف، وجهه كيرطب واحد الاشراقه ونضاره ما نقول لكمش عليها، واحد الصفاء واحد النقاوه. والمشكله هو ومكونات ساهلين ساهلين، وبساط بساط بساط ديرها تبريمه صحراويه غزاله غزاله. وعاد زيدوا البيض، البيض فيه فوائد كبيره، فيه البروتين اللي زوين للبشره وكيحفز لنا فهذا كيحفز لنا الوجه. بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال التجاعيد كيدير لنا لاكولاجين، لاكولاجين في هذا في الوجه كينتج لنا لاكولاجين. دونك هاد الوصفه هادي راه كضربوا عصفورين بحجر واحد، تحيدوا التصبغات، كتحيدوا دوك الشعيرات الرقاق اللي كيكونوا في الوجه، ولي بوان واغ ما كيبقاوش، يعني عوض ما ديروا ماسك ديال لي بوان واغ بوحدو، ديال القهوه بوحدها، وديال البياز ديال انكم تبيضوا بوحدو. كنظن بان ما خلحتش بلاصه. يا سلام يا سلام، صراحه والله العظيم ما عشقت غير ناكلها هذيك الرائحه ديال القهوه. يا سلام، اسكتوا اسكتوا، راه حنا تفكرنا توحشنا هاد الريحه ديال القهوه. ما عرفتش علاش ما بعد المرات ما كترشقش ليكم تشربوها هكاك وحديتها. يا سلام يا زيانيت، راني وليت غزاله بهاد الماسك. بالنسبه لهاد الماسك هذا راه ماشي كيناسب، وكيناسب جميع انواع البشر، وراه تقدروا ديروا لوجهكم كما تقدروا ديروا حتى ليديكم. حتى اليدين راه كيخليهم هكا، انا غنديرها وهذا الشيء اللي هذا الشيء اللي بقى ليا غنديروا لهذا، حيت كنظن بان اللي كما تكونش غنديروا ليديا، غنخليه المده ديال ما بين 20 حتى لنص ساعه. المهم جهد لي نشف فيه هاد الماسك هذا ونرجع نشوف الماسك كيف كتشوفوا شتو بشرة مجبدة. دابا جاء وقت التبريمة، بسم الله. شوفو غزالة غزالة غزالة، روعة روعة. هاد الوصفة هادي سهلة وفعالة، كتنقي الوجه كتخليه تيشعل بحال البلارات. يا سلام يا سلام، حتى شي وحدة ما كرهات يكون اللي عندها يا لالا شي وجهها نقيقي، ما فيهش الحبوب، ما فيهش لي تخاص، ما فيهش شوائب، ما فيهش تصبغات، الموحد. يا سلام يا سلام، حب بسيط، مكونات بسيطة جدا جدا. خصوصا هاد البلاصة ديال الدقن، شوفو ما كيبقاوش لي بوان واه، وهاد هنا هاد البلاصة كيكونوا فيها دوك الشعيرات الرقاق ما كيبقاوش. دابا جات النومة ديال العنيق، كضحك يعني كيضحكوا عليا في الدار كيقولوا عنيق صغير، عنيقك صغير. يا اختي يا اختي انا عنيقي عاجبني، وانتوما مالكم؟ كنبقاو هكا حتى كنبرمو. دابا جات وقت الجبه، حتى كنبرمو البشره ديالنا كامله. انا ما بغيتش نقطع الفيديو في نفس الوقت، ما بغيتوش يجي طويل باش تشوفوا العمليه كامله من ا ا زد. ولاو حجمني بحال كلب بحال دوك هاني هاني اللي ما شفتونيش هاني وجهي. هاد البلاصه هادي وهنايا ما قداش حجباني، شوف حجباني كي دايرين، حيت ما قديتهمش. داك
عرفتي انا راه كنت انا منين كنطلع ندير شي فيديو كنحس براسي بحال اللي جلسه مع عائلتي الثانيه، يعني كنطلع عفويه سبونتاني تنحتاج نتزوق ونتقاد باش تشوفوني زينه زين زين. تقولوا لي انانيه انتيا انتيا انانيه بهاد التصرفات ديالك، ودابا ما فيها باس نحيدوا هذاك الشيء اللي بقى بشويه ديال شويه ديال الماء باش يبان لكم لوجيه. هوبلا ولا 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 هكا وهكا وهكا. بقات لينا مسحه وحده وحنا موجودين. ما سالتش كوش كده كنتمنى ما نكونش ثقيله على القلب وانتم كتفرجوا فيا بيان سور، ونخفيفه على قلوبكم. الحمد لله عرفتي ملي كتقراو شي ميساجات كيقول لك بنادم راك عزيز عليه وربا، ومع العلم ان الانسان ما كيعرفكش شخصيا راه شي حاجه كبيره. ودابا احنا دابا نديرو جدرتنا ونشوفونا شوفونا يا الناس هالوجيه كيف كتشوفوا سو مكياج لا حتى شي حاجه دقيقي. دابا كنقول لكم وصلنا لنهايه ديال الفيديو، ما تكرهش كاع اللي شاف لا فيديو تنوض كتجري وتمشي تقاد الوصفه لانها سهله ومكونات اسهل من اسهل. ما سخيتش بكم كما العاده، خليت لكم الراحه، تصبحوا على خير.